إلى ذلك أكد سعادة السيد محمد بن إبراهيم المطوع وزير شؤون مجلس الوزراء أن مثل هذا الملتقى يخلق شعورا بالتناغم كفريق واحد، كما أن التوافق واضح من مخرجات الورش والقرارات الحكومية مثل برنامج فكرة الذي طرحه سمو ولي العهد. مثل هذا الملتقى اللي يجمع المستوى السياسي في الحكومة وهو رئيس الوزراء، ولي العهد النائب الأول، نواب رئيس الوزراء والوزراء، ثم المستوى التنفيذي من وكلاء ووكلاء مساعدين ومدراء وغيرهم، هذا يجعل يعني شعور بالتناغم والاتساق في عمل الحكومة، ويشعر كل موظف في الحكومة وزيرا كان أو تنفيذيا بأنه يعمل في فريق واحد، المواطن هو هدفه والبلد هي المستفيدة من عمل الفريق الواحد، وبقيادة طبعا جلالة الملك وتوجيهاته. في مثل هذه اللقاءات يحدث هذا الانسجام وهذا التوافق اللي يخرج بالمخرجات اللي شفناها، وجدناه في مخرجات الورش، وجدناه في فكر المستوى التنفيذي في لدى أجهزة الحكومة، وجدناه في القرارات اللي اتخذتها الحكومة بعدين، مثل برنامج فكرة اللي طرحها سمو ولي العهد اليوم أشار لها، إنه كيف يتفاعل الموظف مع الإدارة، كيف يشعر الموظف بأنه جزء من العملية التنموية، وهذه في الحقيقة مكسب كبير لأي حكومة تسعى.